لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن نواصب المضارع، متى ينصب الفعل المضارع. ووقفنا عند نصب المضارع بأن مضمرة بعد واو المعية، ينصب المضارع بعد لن وبعد كي وحتى وأن وإذا، وينصب بأن وأن المصدرية، إما أن تكون مظهرة يعني تأتي ظاهرة، يجب أن ندرس النحو، يجب أن ندرس الفعل، ندرس هذا مضارع منصوب بأن مصدرية ظاهرة مظهرة، لكن أحيانا تكون أن مضمرة بعد حروف جر أو بعد حروف عطف. ووقف بنا الكلام عند نصب المضارع بعد أن مضمرة بعد فاء السببية وواو المعي. وقلنا الفاء والواو في الأصل أن الفاء حرف عطف وأن الواو حرف عطف، فاشترط لنصب المضارع بعدهما بأن مضمرة أن تكون الفاء للسببية وأن تكون الواو للمعية، كما اشترطوا أن تسبق فاء السببية بأمر من ثمانية، والتي سماها أو سموها سماها النحويون سموها الأجوبة الثمانية: النفي والأمر والنهي والدعاء والتمني والرجاء والحض والعرض أو التحضيض والعرض، فهذه ثمانية لابد أن تسبق فاء السببية بواحدة منها. فمثال ذلك مثلا أن تقول: ما قصرت فأعاقب، أعرب الفعل أعاقب. أعاقب هذا مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح، فما سبب نصبه؟ أن مضمرة بعد الفاء. فهل الشرطان موجودان؟ نعم، التقصير سبب للعقاب، أنت تقول ما قصرت فأعاقب، وقد سبقت الفاء بنفي. كذلك الأمر، أقول لك أطع والديك فيرضيا عنك، أعرب يرضيا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه هنا يرضيا، الفعل أسند إلى ألف التثنية فهو منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون. نحن لا نقول جديدا، إنما نراجع ما أخذناه، منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، وألف التثنية هي فاعل. فهل الشرطان موجودان؟ نعم، طاعة الوالدين سبب لرضاهما، والشرط الثاني موجود، أطع هذا إيه؟ أمر. أقول لك: لا تضيع الوقت فتندم،
لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. أعرف فتقعد في الآية من سورة الإسراء، فتقعد مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. هذه فاء السببية، نعم، لأن الإنسان إذا جعل يده مغلولة إلى عنقه أو بسطها كل البسط فهذا سبب لقعوده محسورا ملوما. الشرط الثاني، هل وجد أن تسبق بواحد من الثمانية؟ لا تجعل. ما هذا؟ هذا نهي. كذلك الدعاء، اللهم اغفر لي ذنوبي فأستريح. أين المضارع المنصوب؟ أستريح. ما سبب نصبه؟ أن مضمرة بعد فاء السببية. هذه فاء السببية، نعم، إن مغفرة الذنوب سبب لراحة النفس. والشرط الثاني موجود، ما هو؟ الدعاء، اغفر لي ذنبي، هذا دعاء. وهكذا التمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز، المضارع منصوب فأفوز، وهو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، بعد تمني. ألا تسرع فندرك القطار، هذا عرض، والعرض طلب برفق، أما التحضيض طلب مع تعنيف. ألا تصلي فتدخل الجنة، فهلا تصلي فهذا تحضيض، فهذه الفاء هي فاء السببية. اليوم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى حرف جديد. هم في المراحل الأولية في التعليم يقولون إن المضارع منصوب بواو المعية أو بفاء السببية، لكنكم تدرسون كتابا متخصصا في النحو، فالمضارع في الحقيقة إنما نصبته أن المضمرة بعد فاء السببية أو بعد واو المعية. فما واو المعية؟ واو لكنها تفيد حصول ما بعدها مع ما قبلها، فهذه تسمى واو المعية، ويشترط لها ما يشترط لفاء السببية من أن تسبق بواحد من الثمانية، وسوف يقول لنا ابن هشام المسموع من الثمانية خمسة، وقاسوا الثلاثة الأخرى. يعني سمعوا عن العرب أن واو المعية تسبق بالنفي والأمر والنهي، التمني والاستفهام، وما بقي الثلاثة الأخرى اللي هو الدعاء والعرض والحض والتحضيض، قاسوا هذا على على ذلك. فهيا بنا نقرأ الكتاب. قال: وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة، وقاسه النحويون في ثلاثة. هذا مفهوم الثمانية التي سماها الأجوبة الثمانية. قال: فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي، كقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أين موضع الشاهد في الآية؟ ويعلم، فإن الفعل يعلم منصوب، فما سبب نصبه؟ أن مضمرة بعد الواو. قال: والمعنى والله أعلم، إنكم تجاهدون ولا تصبرون
وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. والواو من قوله تعالى ولما هي واو الحال، والتقدير بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، فالفعل يعلم مجزوم بلما النافية الجازمة، ولكن ميمه حركت بالكسر. ولما يعلم الله، الحرف أصلا عليه سكون، أعرب يعلم مر بنا جزم المضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ما بال الميم كسرت تخلصا من التقاء الساكنين؟ واسم الجلالة، وهم يقولون الأفضل أن تقول اسم الجلالة بدلا من لفظ الجلالة، لأن كلمة لفظ، يعني هم يتحرجون من أن يقولوا لفظ الجلالة، لأن لفظت كذا معناها إيه؟ تركته أو يعني أخرجته. فاسم الجلالة فاعل الفعل يعلم، والذين اسم موصول معرب أم مبني؟ الذين الأسماء الموصولة معربة أم مبنية؟ مبني، فهذا مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وجملة جاهدوا فعل وفاعل، فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعله ضمير مبني في محل رفع فاعل. ومنكم جار ومجرور، والواو هي واو المعية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويعلم مضارع منصوب بأن مضمرة، وأصل الكلام ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وأن يعلم الصابرين. وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو، والصابرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. الجملة كلها حالية، يعني الواو التي في أول الآية هي واو الحال، ومعنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم علما يحاسبكم عليه. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ الله يعلم سبحانه وتعالى، ولكن يبتليكم كي يقيم عليكم الحجة، ويعلم علما يحاسبكم عليه، يكون عملكم هذا حجة عليكم. والثاني، أي ثان من الخمسة التي سمعت الأمر، كقوله فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. فقلت ادعي، هذا فعل أمر، وأدعو هذا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الواو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فالشاهد فيه قوله وأدعو، حيث نصب الفعل المضارع الذي هو أدعو بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقعة في جواب الأمر المدلول عليه بقوله
أدعي. والثالث يعني مما يسبق واو المعية، احنا قلنا النفي، النفي والأمر والنهي، ثم أتى بهذه الأبيات كقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. والشاهد فيه هو البيت الأخير: لا تنهى عن خلق وتأتي. هل الواو عاطفة؟ ليست عاطفة، لأنها لو عطفت تأتي معتل الآخر على الفعل تنهى لكان حكمه إيه؟ الجزم، لأن لا ناهية، لا تنهى، لا تنهى، الفعل تنهى مضارع معتل الآخر وهو مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف الإيه؟ العلة. فلو كانت الواو عاطفة كنا سنقول: لا تنهى عن خلق وتأت مثله، ويكون المعنى: لا تنهى عن خلق ولا تأت مثله، وليس هذا هو المعنى الذي قصده الشاعر، وإنما قصد الشاعر: لا تنهى عن خلق مع إتيانك إيه له. تقول لواحد ناصحا: لا تكذب، وأنت تكذب، فهو يقول لك: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله مع إتيانك له. تقول له: لا تكسل، وأنت تكسل. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. الشاهد فيه نصب الفعل المضارع تأتي بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، لأنها سبقت بإيه؟ بنهي. وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه يجوز فيها الأحكام الثلاثة للمضارع: الرفع والنصب والجر والجزم. تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب بالجزم اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فكيف نخرج الرفع والنصب والجزم؟ دعونا نبدأ بالنصب لأنه هو موضوع الدراسة، نصب المضارع بعد واو المعية. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هو يريد أن يقول لك: لا تأكل السمك مصاحبا شرب اللبن، مع، يبقى الواو هنا للمعية، فتشرب مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه اللي هي الفتحة. لكن الذي سيقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، جعل الواو عاطفة، والمعنى: لا تأكل هذا ولا تأكل إيه ولا تشرب هذا، يبقى نهاه عن أكل السمك ونهاه عن شرب الإيه اللبن، فجعل الواو عاطفة. هل هناك فرق؟ هذا ينهى عن أكل السمك وشرب الإيه اللبن، لكن هذا ينهاه عن أكل السمك مصاحبا مع شرب الإيه اللبن. فالذي جعل الواو للمعية، الذي جعل الواو للمعية نصب المضارع بأن مضمرة، والذي جعلها للعطف فجعل النهي للأول وللإيه وللثاني، فجزم الفعل الثاني لأنه معطوف على الفعل الإيه الأول. مفهوم هذا؟
أما الذي رفع كأنه قال لا تأكل السمك فانتهت الجملة، فاستأنف جملة إيه جديدة فقال وتشربوا اللبن، يبقى كأنه نهاه عن أكل السمك وأباح له إيه وقال وتشربوا اللبن، جعله مرفوعا لأن الجملة جملة جديدة، جملة مستأنفة بعد الجملة الإيه الأولى. نسمع هذا من ابن هشام رحمه الله تعالى، نترحم على العلماء. قال فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل جزمت الثاني صحيح، وكان شريك الأول في النهي، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا، وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام فتكسر الباء على أصل التقاء الساكنين. مفهوم؟ لا تأكل، اللام ساكنة لكن عندما تصل تقول لا تأكل لي لا تأكل السمك، ما عندنا فعل يجر، إنما هذه الكسرة هي كسرة تخلص من التقاء الساكن بالإيه؟ بالساكن. وبالتالي عندما قلت وتشرب اللبن هذا مفتوح سهل، فتح مع ساكن هذا سهل، لكن لما جزمت الفعل تشرب لأنك عطفته على تأكل فقلت لا تشرب بعدها ساكن، فسوف تحرك الباء بالإيه؟ بالكسر وتقول ولا تشرب اللبن بي. قال وإن أردت عطف مصدر الفعل على مصدر مقدر مما قبله نصبت الفعل بأن مضمرة، وكان النهي حينئذ عن الجمع بينهما، يعني تقول أنهاك عن أكل السمك، أكل السمك يعني فهنا عطف وأن تشرب الإيه وأن تشرب اللبن، المصدر أكل، أكل هذا مصدر، فعطف مصدرا مؤولا اللي هو أن تشرب على المصدر الإيه الأول فنصبه بأن مضمرة. قال وإن أردت الاستئناف، يعني هذه جملة انتهت نأتي بواو نستأنف بها الكلام، جملة جديدة ننشئ جملة جديدة سوف ترفع الفعل. ولاحظ أن المعنى يتغير، أم المعنى واحد؟ يتغير. الذي قال لا تأكل السمك وتشربها نهاه عن الجمع بينهما، والذي قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن نهاه عن هذا وعن هذا، والذي قال لا تأكل السمك ثم قال وتشرب اللبن يعني نهاه عن أكل السمك وأباح له شرب اللبن. والرابع يعني مما يسبق واو المعية التمني، كقوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا هذا تمن، ولا نكذب هذا هو الفعل المعطوف بواو المعية المنصوب بأن مضمرة وجوبا، وأصل الكلام يا ليتنا نرد وأن لا وأن لا نكذب. والخامس الاستفهام كقوله وهو الحطيئة ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أك جاركم ويكون، فلاحظ ألم أك جاركم ها
هذا استفهام، جاءت بعده واو وفعل مضارع، فنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد واو المعية. قال: وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرف، وهي الفاء وثم والواو وأو، وذلك إذا عطفنا على اسم صريح. يبقى ما مر كان الإضمار واجبا في حروف العطف التي ذكرناها، لكن هذه الحروف الأربعة الفاء وثم والواو وأو إذا عطفت اسما على اسم على اسم صريح في هذه الحالة يكون الإضمار جائزا. يعني ما معنى أن الإضمار جائز؟ يجوز للمتحدث أن يظهر أن أو أن يضمر أن. قال مثال ذلك بعد أو قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل بالفتح هكذا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه أو يرسل، فهذا هو الشاهد في الآية. يقول يقرأ في السبع برفع يرسل ونصبه، يعني في قراءة برفع أو يرسل. وقال أبو بكر ابن مجاهد المقرئ رحمه الله: قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية. احنا بنقرأ أو آوي إلى ركن شديد، لكن قرئت بنصب آوي. يقول: ولا وجه له. ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره، وقالوا: وجهها كوجه قراءة أكثر السبعة أو يرسل رسولا بالنصب، وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة، فكأنه قيل: لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد. إذن لاحظ أن أو يرسل وحيا أو أو يرسل أو يرسل رسولا، فكلمة أو حرف عطف الفعل يرسل على اسم صريح وهو كلمة وحيا، وحيا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. أو هنا عطفت فعلا مضارعا وهو يرسل على اسم صريح، وبالتالي في غير القرآن يجوز أن تقول أو أن يرسل رسولا. أعرب يرسل هنا في الآية مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو. هذه الجملة في غير القرآن يجوز أن تقول وحيا أو أن يرسل رسولا. لماذا؟ لأن أو عطفت الفعل على اسم صريح، اسم صريح. ومثال ذلك بعد الواو قول ميسون بنت بحدل: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاهد فيه كلمة لبس، لبس هذا مصدر، لبس هذا فعل، لباس هذا فعل، يلبس ولا يلبس، في فرق بين يلبس ويلبس في القرآن. أنتم تقرؤون القرآن؟ نعم، في فرق. يلبسون ثيابا خضرا، لكن تلبسون الحق بالباطل، فيلبس يعني يخلط، لكن يلبس يعني يرتدي،
فللبس عباءة وتقر. لاحظ أن الواو عطفت ماذا؟ الفعل تقر على ماذا؟ على اللبس، وهو اسم صريح، فجاز أن تضمر إيه؟ أن. ما يا عباد الله؟ أتفهمون؟ طيب، يعني حين نأتي بالشاهد هذا في اختبار من الاختبارات نقول ما الشاهد في هذا البيت؟ تقول نصب الفعل تقر بعد الواو بأن مضمر جوازا أم وجوبا؟ جوازا. لماذا؟ لأنها عطفت الفعل على اسم إيه؟ صريح، على اسم إيه؟ صريح. نحن لا ندرس لمبتدئين، هذا كتاب من كتب النحو. وصار يستغلق علينا نحن المتخصصين، بينما كان هذا يدرس في المراحل الأولى في التعليم قديما. أنتم حين تقرؤون في المقدمة ابن هشام يقول لنا ما سر حبه، يعني محي الدين عبد الحميد اللي هو محقق الكتاب شارح الكتاب، يقول سر حبه لهذا الكتاب، الكتاب هذا متن وشرح ابن هشام. ابن هشام عمل شذور الذهب، المتن الذي هو بالأسود أو بلون مختلف، هذا هو المتن، ثم قام بشرحه هو، هذا الشرح له. لكن محمد محي الدين عبد الحميد شرح هذا الايه، او حقق وعلق على هذا الايه الشرح. ويقول سر حبه لشذور الذهب انهم كانوا يدرسونه في الازهر قديما في السنه الرابعه الابتدائيه. يعني هات الان طالب في رابعه جامعه في الجامعة في السنة الرابعة في كلية اللغة العربية في الأزهر مثلا، أو في آداب قسم لغة عربية أو تربية قسم لغة عربية. فهذا سهل، يعني المضارع الفعل المضارع ينتصب بعد واو تعطف فعلا على اسم إيه؟ صريح. والشاهد هذا مسموع عن العرب، قالوا للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الرواية فيه بنصب تقر، وذلك بأن مضمرة على أنه معطوف على اللبس، فكأنه قال للبس عباءة وتقر، هذا منتصب مضارع منتصب بأن مضمرة، وأن والفعل المضارع في الحقيقة هما مصدر، لكنه يسمونه المصدر المؤول، أو يقولون المصدر المنسبك من أن والمضارع، فكأنه قال لبس عباءة وقرة عيني، ولكنه فك قرة فجعلها أيه؟ أن تقر. يعني مثلا نقول احترام الكبير، احترام هذا أيه؟ مصدر صريح، اسم صريح. يمكن أن تقول أن تحترم الكبير، أن تحترم الكبير خير، فأن تحترم هذا مصدر. فلو قلنا مثلا توقير العلماء، توقير العلماء وتحترم الكبير، فهذا تحترم منصوب، لأنك تخيلت أن تحترم هذا مصدر، عطفته على مصدر إيه صريح قبل ذلك، للبس عباءة وتقر عيني. ويحرص دائما طلاب العلم أن يحفظوا مواضع الشاهد في كلام العرب، يذكرهم دائما يقول نعم نعم، كقول الشاعر للبس عباءة وتقر عيني. ومثال ذلك بعد الفاء، لولا توقع معتر
أرضيه ما كنت أوثر إطرابا على تربي لولا توقع معتر فأرضيه. الشاعر يقول أنا يعني لا أحب الغنى إلا لأني أجد فقيرا فالغنى يساعدني على إرضائه. لولا توقع معتر فقير فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على تربي. التوقع ارتقاب وانتظار، وإحنا نحن نختصر فلا نقرأ معكم شروح الشواهد، لكن نترك هذا لكم. المعتر الفقير الذي يتعرض للمعروف، وأوثر أفضل وأرجح، وإطرابا مصدر أطراب الرجل إذا استغنى، وترب بفتحتين وهو الفقر والحاجة، وهو مصدر ترب الرجل من باب فرح إذا افتقر. فالشاهد فيه فأرضيه، فهو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء جوازا لأنه معطوف على اسم صريح. ما الاسم الصريح الذي عطف عليه الفعل أرضي؟ توقع. لولا لولا توقع معتر فأن أرضيه. وهذا الإضمار جائز أم واجب؟ قال ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. سليك هذا أحد ذؤبان العرب وشذاذهم، يعني رجل شاذ يقول هذا الرجل مر ببيت من خثعم وأهله خلوف فرأى امرأة شابة بضة فنال منها، رجل مؤذي، فعلم بذلك أنس بن مدركة فسار خلفه سار خلفه. وأنس بن مدركة وصاحب البيت وقتله. ومعنى أعقله العقل الدية، يعني أؤدي ديته. والثور ذكر البقر وعافت البقر كرهت. اختلف تفسير ابن هشام للبيت عن تفسير الجاحظ له، فنقرأ التفسيرين للبيت. هو يقول إني وقتلي سليكا ثم عقله، يعني أقتل سليكا وأدفع ديته، شبه هذا بالثور يضرب لما عافت البقر. يقول ابن هشام وكانت العرب إذا رأت البقرة قد عافت ورود الماء قطيع من البقر، والماء لا يريد البقر لا يريد أن يشرب، إذن الراعي سيضرب الفحل، فإذا ضرب الفحل ضربا شديدا نزل الفحل. ولماذا يضرب الفحل؟ لأنه يتحمل، لكن البقر لا يتحمل. فإذا نزل الفحل فشرب فإن البقر سينزل ويشرب. قال وكانت العرب إذا رأت البقرة قد عافت ورود الماء تعمد تقصد إلى الثور فتضربه تعمد إلى الثور فتضربه فترد البقر حينئذ الماء ولا تمتنع منه فرارا من الضرب أن يصيبها، وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن
حمله بخلاف الثور، يعني البقر لا يتحمل وإنما الثور يتحمل، كما نقول نحن اضرب المربوطة يخاف السائل. فإذا ضرب الثور خافت البقر ورأت الثور لما ضرب نزل فشرب فتنزل تشرب تؤثر السلامة وتنزل تشرب، يكون بذلك الراعي قد وصل إلى مراده دون أن يضرب البقر. هذا معنى، لكن الجاحظ أورد معنى آخر، قال الثور ضرب من نبات الماء، يعني من النباتات المائية، تراه البقر النهر أو الترعة فيها ماء وفيها هذا النبات المائي، إذا رأت البقر هذا النبات المائي عافت الماء، يعني لا تريد أن تشرب، فتعافي الورود استقذارا للماء، فيضربه البقار لينحيه، يضرب ماذا؟ يضرب هذا النبات المائي لينحيه لكي ترد. على كل حال هذا تشبيه شبه قتله لهذا الرجل المؤذي سليك، ويقول أنا أقتله وأدفع ديته كالثور يضرب لما عافت البقر. الشاهد فيه ثم أعقله، فإنه عطف الفعل أعقل بالنصب، فما الذي نصب أعقل؟ أن مضمر جوازا بعد الحرف ثم، والذي جوز ذلك جوز إضمار أن ثم عطفت فعلا على مصدر صريح وهو قتلي، إن قتلي سليكا ثم أعقيلا مضارع، وأصل الكلام ثم عقله، يعني دفع ديته، وقولي اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا، فإن العطف فيه وإن كان على اسم متقدم، فإنا قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح، فإضمار أن هناك واجب لا جائز بخلاف مسألتنا هذه، فإن إضمار أن جائز، بل نص ابن مالك في شرح العمدة على أن الإظهار أحسن من الإضمار. على كل حال الحروف هذه إنما نصب الفعل بعدها بأن مضمر جوازا، لأن الواو أو الفاء أو ثم أو حروف عطف عطفت فعلا على اسم صريح. وبهذا نكون قد انتهينا من المنصوبات. إذن لما فرغ من المنصوبات سيشرع إن شاء الله تعالى من الدرس القادم في بيان المجرورات، لأن الكلمات إما أن تكون مبنية وإما أن تكون معربة، فإن كانت معربة فهي إما أن تكون أسماء معربة ففيها الرفع والنصب والجر، وإما أن تكون أفعالا معربة الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون التوكيد ولا نون النسوة معرب، فإما أن ترفع أو تنصب أو تجزم، فالجر هذا من خصائص الأسماء. في أول الكتاب كنا نقول ما علامات الاسم من مما يميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف، أنه يجر بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، فالجر هذا من خصائص الأسماء. ما الذي سيجر في الدرس المقبل إن شاء الله؟ الأسماء المجرورة. أسباب الجر سوف يبين أسباب الجر، ما يجر بالحرف وما يجر بالإضافة،
وبعد ذلك ندرس التوابع، إن كان التابع المتبوع مجرورا فإن التابع يكون مجرورا، هذا ندرسه في الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا صابرين محتسبين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.